الأستاذ جابر كما حدثنا قبل قليل، هناك مخاوف وهناك حالة من عدم الثقة في عرض قوات الأمن. طبعا عدم الثقة المبررة، لأنهم يرون ما يحدث. هؤلاء يتمثلون جمال عبد الناصر حين قبض على الرجل الذي صنع الثورة، الرجل العظيم يوسف صديق، قبض على زوجته وألقاها في السجون، وكانت أول مرة في تاريخ مصر تلقى سيدة في السجون، تلقى زعيمة القائد الحقيقي لثورة 23 يوليو، المحفز الحقيقي لثورة 23 يوليو. منظر عدد كبير بقى، بص يا روح مدين ظهرهم على يدي رفيق، مدين ظهرهم ونازلين جري على السلم مرة واحدة، كأنهم فتحوا لهم الباب ودول طالعين يجروا. يعني زوجها الشيوعي العظيم واليساري العظيم، تكتس جامد قدام الباب ازاي بحق وطني في الحياة. بص المنظر، كانت تشاركه في الاشتغالة هذا النشاط، الاخوان المسلمين والاخوات المسلمات، المهم ان الكاميرا بتاعتهم هي اللي جايباها. في الحياة السياسية تنظيم قوي لانه يعتمد على اشتغاله بقى، كل العدد اللي طلع ده تكدس في الحياه بتاع الصغيره دي. بص بص الذي قال به كثيرون من ان الاسلاميين ينظرون الى المراه نظره مدارين، ونازلين جري على السلم مره واحده كانهم فتحوا الباب. عامين وانا اصحح الوضائع وقلت ان سر قوه الاخوان المسلمين هو الاخوات المسلمات. بص بص المنظر، بص المنظر، المراه صانعه الرجال، المراه صانعه البطولات، المرأة المصرية التي لا يوجد مثلها. يهللوا معانا عاملين ان هم سندين واحد وبتاع ونازلين بيه 80 عام الان هم يتجهون كل دول اللي كانوا طالعين على السلم لسه من شويه، وهذا حاجه يعني مسخره. انني اتمنى من الصليب، اشهد يا زمان، اشهد يا شعب مصر، ما دي الجامعه من جوه لسه الناس زي ما هي جوه ماليه الجامعه، مش حد طالع فوق. الصليب الاحمر في سويسرا اشرب يا شعب مصر، تمثيليات على الهواء مباشرة، من منع مساجد الله أن يذكر فيها، والشرطة بيمثلوا يا شعب مصر. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يؤسفني أن أقول هذا الكلام عن أصدقاء وعن إخوة لي في الوطن وإخوة لي في السياسة، لكن من أصدق ممن منع مساجد الله؟ إن كلمة الحق لا تتيح للإنسان أن يجامل على حساب صداقة أو من أجل صداقة. أنا أقول لأصدقائي، احذروا عذاب الله في الدنيا، احذروا العذاب النفسي الذي يجعلكم تتلفتون في كل خطوة من خطواتكم من الخوف، إن الخوف يبثه الله في قلوب الذين يهينون مساجده، فما يهينون مساجده وعباده. شكرا لك محمد الجوادي الكاتب، كنت معنا هنا في الاستوديو. سنتحول إلى الدكتور هاني نوارة أحد أعضاء الفريق الطبي، عفوا معنا في الاستوديو. فوزي الصديق رئيس منتدى الإسلامي، عفوا على هذا الخطأ. يعني الأحداث الآن يعني تتطور، هناك من خرج من المحاصرين، نفس التمثيلية دي موجودة على تلفزيون مصر، بس أنا قرفان نصور منه والله، إلا أن ما هي دي نقلا عن النهار، تلفزيون مصر في النهار، انتهاك حقوق هؤلاء المحاصرين ب يعني نقض الوعد. اشتغلوا الناس اللي بره وبيشتغلوا العالم وبيشتغلوا التلفزيونات. بداية يعني التوصيف الحقيقي لما يحدث حاليا هو عبارة عن قرصنة أو إرهاب للدولة، لأن الفرق ما بين القرصنة وإرهاب العادي أن الدولة هي التي توازن وتوازن، ولكن للأسف الشديد نلاحظ أن الدولة الحين هي التي تقود هذه القرصنة وتقود هذا الإرهاب بصفة ممنهجة. والدليل على ذلك، حتى لا أفتري، لعل البلطاجية وراء الأمن هذا من جهة، الإعدامات خارج القانون أي خارج الجهات النظامية أو القضاء، العقوبات الجماعية التي كنا نتمناها أنها اندثرت مع عهد الديناصورات. شوف الخبر اللي تحت بالشريط الأزرق، الداخلية المصرية تعلن اعتقال 1004 من جماعة الإخوان المسلمين خلال مظاهرات أمس، يقبض بالآلاف داخل مسجد، تهمتهم الوحيدة وهي مباحة في مختلف القوانين والشرعية لحقوق الإنسان، وهو إبداء حق رأي وكذلك محاولة التعبير عن رأي معين،
علما أن حرية المعتقد وحرية الرأي يقود مخططا إرهابيا يقود الإخوان. شوف الخبر ده بقى، مصر، القصة أيوب يوسف راعي كنيسة مار جرجس بالمنيا يؤكد أن البلطجية أحرقوا الكنائس. القصة أيوب يوسف خطباء الجمعة نادوا بحماية الكنائس في المنيا جنوب مصر. يعني مش الإخوان يا بلد صاحبه او من اشهد يا زمان، اشهد يا بلد، اشهدوا يا متخلفين عقليا اللي بتسمعوا لتهريج والكبرهات الاعلام بتاعتنا. اسمعوا نفس اللي كان بيحصل في 25 يناير يا بلد، بحكم لتبين لكم كذبه. اصحوا يا مصر، اصحوا يا بلد، اصحوا يا بلد، اصحوا يا بلد، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وفي كل دماغه متركبه شمال، وفي كل اللي فاتح دماغه سايبها فاضيه زي الصفيحه لا احول فيها زباله. دماغكم بقت صفائح زباله يا بلد، دماغكم بقت صفائح زباله. يعني حسبي الله ونعم الوكيل. بص على الصورة التانية، ما تبقاش أحد الرؤية. بص على القنوات التانية كمان. بص يا سيدي وبقى أنت ميز وراجع بعقلك، إذا كان عندك قدرة على التمييز بقى شوف مين اللي بيهرج ومين اللي بيفلم ومين اللي بينقل الصورة. بس بص، مش مطلوب منك أكثر من أنت غير أنك أنت تبص. يعني حدث ولا حرج، بقينا عاملين زي سيدنا نوح، بقينا عاملين زي ايام سيدنا نوح. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. مفيش فايده، مصرين ان انتوا مش عايزين تشوفوا الصوره التانيه خالص، مصر تقفل راسك انت على حاجه واحده، عشان انت مبسوط ان انت مضحوك عليك، زي ما تكون خايف تشوف الحاجة التانية أحسن تقنعك، زي ما تكونش خايف تشوف الحاجات التانية أحسن تاخد موقف صحيح. لكن في رب، في رب سبحانه وتعالى هو عالم، هو عالم في إيه، هو عالم بكل حاجة سبحانه وتعالى، هو عالم بكل حاجة سبحانه وتعالى. يقضي الله بيننا إن شاء الله يوم القيامة، يقضي الله بيننا أمرا كان مفعولا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.